السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نحول ملف في ورك ست وملف شغالين عليه لملف يكون تمبليت. طيب كل اللي انا اعمله ان انا هقول له اوبن وبعد كده اختار الملف. فابدا هنا اختار مثلا الملف دوت، تمام، واقول له ديتاتش فروم سنتر، ديتاتش فروم سنتر، تمام. طيب اقول له اوبن، بيقول لي ان هو المكان اللي موجود ده اختلف، كان موجود على جهاز واتنقل على جهاز تاني، تمام. هقول له اوبن يس، كل الاوبن لازم يكون يس لان ممكن يكون حاجه محطوطه على ورك سيت ومش محت... و... ولما تعملها هو ما شافهاش، الا لو في مثلا اتحط لينكات على ملف ومش عايز تشوفهم دلوقتي. هقول له اوبن، جاب لي رساله بيقول لي ان الملف ده كان معمول على اصدار قديم وانت عايز تعمل له ابديتد، فبيديني اختيارين، ديتاتش اند بريسيف ورك سيت، حافظ على ورك سيت، ولا الغي الورك سيت. طيب العادي ان انا بقول له اول واحده بحافظ على الورك سيت، بس انا دلوقتي عايز اقول له ديسكارد ورك سيت، الغي ورك سيت، على اساس ان انا عايز احوله لار تي اي، التمبليت ما بيبقاش فيه ورك سيت. فاقول له التاتش، هو بيعمل دلوقتي ابديت من 2018 ل 2019. دلوقتي بعد ما فتح اقدر الغي كل الشغل الموجود بحيث ان انا اركز على ان هو يكون تمبليت، وهاجي هنا هقول له فايل سيف از، هلاقي التمبليت اتفعل معايا. لو انت مخلي الورك سيت مش هيتفعل معاك ابدا، لا اما ده لا اما ده. هقول له تمبليت واروح مختار الاسم اللي انا عايزه. خلي بالك هو ضاف ديتاتش، انا لا انا مش عايز اضيف كلمه ديتاتش، بس هضيف 2019 عشان ابقى عارف ان ده متسايف على 2019. ولو جيت هنا في اوبشن هتلاقي ان هو مش مفعل الاختيار دوت. ليه مش مفعله؟ لان انا ما عنديش ورك سيت، لو عندي ورك سيت هيتفعل معاك السنترال. اوكي، وتقول له سيف.